العشاء الخيري السنوي لمركز سرطان الأطفال في لبنان بحضور شخصيات سياسية واقتصادية. احتفاء بأحد عشر عاما من النجاح أقام مركز سرطان الأطفال في لبنان في محطة السكك الحديد في منطقة مارم خايل عشاءه الخيري السنوي بحضور أكثر من 800 شخص، تقدمتهم اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان ممثلة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس فؤاد السنيورة وشخصيات سياسية واقتصادية، كما حضرت من الأردن رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان الأميرة غيدة طلال. رئيسة المركز سلوى سلمان أشارت إلى أن المركز تكفل منذ تأسيسه في العام 2002 بعلاج أكثر من 900 طفل مصاب بالسرطان. صحيح عالجنا 150 طفل جديد هالسنة، بس يلي صحيح كمان إنه إجينا أطفال مصابين كتير أكثر من هيك وما قدرنا نعالجهم. كل واحد منا بيعرف شو يعني طفل مصاب بالسرطان وما قادر يتلقى العلاج المضبوط. ساعدوني تنساعدون. إشارة إلى أن هذا العشاء يشكل أحد أبرز أنشطة جمع التبرعات لتمويل عمل المركز. هنادي